الصورة الموقف. قدم حشد حزب الله الجماهيري في إحيائه ليوم عاشوراء شعارات تتراوح بين الدين والسياسة، استقى منها الحزب ما يصلح لمرحلة سياسية يعتبرها في أحسن الأحوال دقيقة. لو وقفت حكوماتنا العربية والإسلامية واتخذت موقف لأسبوع واحد فقط، موقفا عزيزا كريما أعلنت فيه إنهاء المفاوضات وأنها ستصغي إلى خيارات شعوبها، سوف تجدون أن العالم كله يزحف إليكم ويأتي إليكم ويخضع أمامكم. وإذا كانت واقعة كربلاء محور يوم العاشر من محرم عند المسلمين الشيعة، فإن معركة من نوع آخر تشغل بال حزب الله، معركة ينظر إليها من يدورون في فلك الحزب على أنها كربلاء جديدة، كربلاء المحكمة الدولية. في يوم انتصار الدم على السيف، مؤامرة المحكمة الدولية ستذهب أدراج الرياح كما كل المؤامرات السابقة. نحن سنحمي مقاومتنا وسنحمي كرامتنا، نحن سنحمي بلدنا من الفتنة. هكذا وضعت نقطة النهاية لمراسم عاشوراء لهذا العام، لكنها النقطة عينها التي ينطلق منها سطر جديد في قصة حزب الله والمحكمة الدولية. من مسيرة عاشوراء أراد حزب الله إيصال رسائل في عدة اتجاهات، بعضها في اتجاه إسرائيل وبعضها الآخر في اتجاه الداخل. في بيروت لا يمر خطاب كهذا دون تعليق. بالنسبة لقوى الرابع عشر من أذار للقصة رواية أخرى. انطلاقا من هون ما في ست تجاري، ما في كيانات ضمن لبنان، أما لبنان كيان واحد، وأما يقلنا سمحته أنه نحن عملنا كيان لحالنا اسمه كيان حزب الله، ها؟ انفصلنا عن لبنان ونحن رح نتعاطى مع المحكمة على هذا الأساس. هذا كلام خطير وهذا كلام مرفوض. إذن هي المحكمة الدولية التي أضحت محور حياة اللبنانيين، إذا اختلفوا عليها اختلفوا على كل شيء، وإن اتفقوا فعندها لابد من جديد ليختلفوا عليه. علي هاشم، بي بي سي، بيروت.